بتختلف درجات الصدمة من مثلا الموت المفاجئ عن الموت اللي هو مثلا أكيد. كان مريض فدخل المستشفى أكيد. فقعد أسبوع فبعد يومين قالوا لهم لا ده الحالة تقريبا إيه أكيد. اللي هي هل وموت الشباب يعني هل أنواع الصدمة بتختلف من حدة هي حدة الألم بتختلف لو مفاجأة ولو مؤهلين. طبعا فترة العيا بتؤهل الناس للحزن حتى النوم في الآخر يعني يطلبوا الرحمة للمريض بيستسلموا لكن يعني. الحادث الصادم بيبقى مش كل الناس قادرة تستقبله بنفس الدرجة. هو كمان شخصيته حساسة ولا لا، اعتماده على الشخص قد إيه، علاقته بالشخص قد إيه. حاجة المهمة الحقيقة كمان، أنا من الأول عارف أنه ده مش مكاني، ليس لنا هنا مدينة باقية، إحنا بنسعى للملكوت، إحنا عايشين على رجاء القيامة ولا لا، إحنا عارفين إن هم كنيسة منتصرة ولا لا. بس أوقات يا دكتور ما بنفكرش، أنا أسمع عن حاجات وحضرتك أكيد عارفة أكتر مننا، قالوا ابنك مات فهو يموت، قالوا أخوك مات فهو يموت. الصدمات دي طبعا صعبة جدا. هل في ناس نفسية ما تقدرش تحتمل فيدي أوردر لنفسه أنه يموت أو يحصل له أو يحصل عملية موت مفاجئ؟ ساعات الحزن بيبقى قوي لدرجة أنه بيأثر على القلب فيحصل توقف يعني للقلب. كمان الصدمات المفاجأة بتعمل شلل في المخ. لو قدرنا نفهم أصلا المشاعر بتتعمل إزاي، المشاعر عند كل حد بيتعرض لأي حاجة بتتخزن في الفص اليمين للمخ، فتتخزن زي ما هي. بالوقت كانت ضلمة، كان في دخان، كنا في كنيسة، كان بالليل، كان في قطة، كان في أبونا، كان في إيه، والفص الشمال هو اللي بيفسر الحدث. لكن الفص الشمال زي الكمبيوتر كده يفسر الحدث، وبناخد وقت على ما لما أتعرض لنفس الموقف تاني الحدث يروح من هنا لهنا عشان أشتغل. ساعات ده بيعمل بلوك للنقلة اللي ما بين العقلاني والفص العقلاني والوجداني، فالحد ما بيقدرش يفسر الموقف، فبيقولوا بينغمر ويفطس تحت المشاعر وبيستسلم للموت، ويخش بقى الأول في الإنكار وبعدين يغضب من نفسه. ساعات بقى ما بنعديش بالمراحل دي ونخش في الاكتئاب على طول، أو بياخد القرار بأن أنا رافض الحياة أصلا، أنا رافض أعيش من غير بابا، أنا رافض أعيش من غير شريك حياتي، أنا رافض حقيقة. طبعا الست اللي ودعت 3 أولاد صعب قوي عليها، لكن عايزة أقول لها أنه أم النور العذراء شافت ابنها سيد المسيح بيتألم قدامها وبيعدي بلحظات الموت، وتقلها سيجوز في نفسك سيف. لكن هي اللي عدت بظروف دي أكتر حد، يعني إحنا من الحاجات اللي بنتشفع بيها في الوقت الحالي، يا أم النور زي ما عديتي بألم فقد ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا، كوني مع كل أم ودعت ولادها بالألم ده الحقيقة. فطبعا الموقف صعب، أصعب من إحنا نفسره نفسيا أو مشوريا.